اخبار ماما الحاجه ايه يا حسن؟ ان شاء الله تكون بخير. على فكره انا عندي ناس تقال كتيره قوي في البلد، ممكن اكلمهم لك نطمن عليها. ده ايه اللي جابك؟ جاي اطمن عليك. هو احنا مش نسايب ولا ايه؟ ولا عشان لبنى؟ يلا 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 عشان نروح. لا 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 كده ازعل منك وهقرص عليك. معلش يا حسن، انت اللي اضطريت نعمل كده. انا حاولت معاك كتير على فكرة، بس انت ما جيتش معايا طوع. وصدقني لو انت اخترت بين نفسك وبين اي حد ربنا خلقه هتختار نفسك. فاكر انت بتعمله ده هيعدي ولا ما يعديش؟ اموت واقف احسن ما اموت راكع يا صاحبي. انت كده كده ميت. وماله، نموت سوا، على الأقل نسلي بعض في الطريق. عارف يا حسن أكتر حاجة حبيتها وأنا بدرس تاريخ إيه؟ مذبحة القلعة. بعد عني، بقول لك بعد. هدوء. بعد بقول لك. مش هنا الحاجة. ايه؟ روتوه. كلمني مروان. عبد الحكيم فوق، خلي بالك منه. زي ما بقول لك، لم الرجالة دلوك. انا عايز اعرف خطفت حسن وديته فين وجرى له ايه؟ ايه ايه الكلام ده؟ عيب عيب. حسن، هو احنا ممكن نعمل اي حاجه في حسن؟ حسن ده جوز لبنى. انا مش قلقان على حسن ابدا، انا قلقان على العلاقه اللي بيني وبين عادل باشا. خايف لا حصل لها خدش ولا حاجه. اصل اللي حصل ده معناه ان في حاجه مضايقاه. لا يا مروان، انا مش زعلان يا مروان. وبعدين يا صديقي مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر تخدش العلاقه اللي بيني وبينك خالص. كل ما في الامر ان حسن كان وحشني وقلت اقعد معانا وهو لوحدنا، يعني اعتبر اللي حصل ده استضافه مش اكتر. والله عندك حق، وفي الاول وفي الاخر نسيبك واللي يا ريم هانم. بالظبط كده. بس بقول لك ما تسيبك من قصه حسن دي وخلينا نتكلم في المهم. اللي هو ايه؟ الشغل. ماله؟ في شويه حاجات يا مروان عايزه تعديل. زي ايه؟ انا عارف ان انت عندك مشاكل وبلاوي متلتله فوق دماغك اليومين دول، الله يكون في عونك. وعارف ان الست الوالده محبوسه هي وكريمه. عادل ما تقلبش عليه المواجع، بس ما تقلقش ان شاء الله حاجه بسيطه، يعني تأبيده مش اعدام اكيد. وبعدين ما ترد؟ لا مفيش داعي. كنت عاوز مني ايه؟ هقول لك كنت عايز منك ايه. بص يا مروان، طبعا اي حاجه في الدنيا دي كلها، اي شغل، اي علاقات، اي حاجه بتحصل في الدنيا مبنيه على توازن القوه، صح؟ ايوه طبعا. اذا القوه هي اللي مسيطره في كل حاجه، يعني انت قوي تقدر تختار اي حاجه في دنيتك، انت قوي تقدر تقول لاي حاجه اه واي حاجه انت مش عايزها لا. هو انت ليه ما بتاكلش؟ الاكل مش عاجبك ولا الكلام؟ انا عايز افهم. لا الاكل ولا الكلام. افتح يا عادل باشا. قدامي ادخل الارض. تعرف يا عادل أكتر درس كنت بحبه في حصة التاريخ إيه؟ مذبحة القلعة. لا برافو،
برافو حسن، بتتعلم بسرعه. بجد مبسوط منك. طول عمري بسأل نفسي يا ترى انا بعرف اختار رجالتي صح ولا بختارهم غلط؟ بس للاسف طلعت بلح. تعالى حسن ناكل لقمه مع بعض جوه. انا بره. تعالى حسن اقعد كل اقعد يا حسن. انا كنت مستنيك عشان ناكله سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا حسن. عامل ايه يا عادل باشا؟ وحشتنا يا حسن. والله كنت لسه في سيرتك قبل ما تدخل بدقيقه مع مروان. كنت بقول له ان انا عايز اقعد اتكلم معاك على انفراد، واللي حصل ده مجرد استضافه مش اكتر. والله الحكايه دي بينكم انتوا اتنين، انا ماليش طالع بيها. انا جاي هنا عشان اسمع ريم هاجم. اظن كده كفايه. كفايه ايه؟ بطلك؟ لا طبعا اتفضل. بس احنا غلطنا وانتوا كمان غلطتوا، يعني كده خلصانه. لا غلط عن غلط يفرق. ولا يا والد مهدي؟ وبعدين ايه خالصين دي؟ اسمع يا ست ريم، أنا ما بحبش حد يدوس لي على طرف، وفي جين قديم لسه ما تصدقش شيء، والمثل بيقول إيه؟ ما يدعش حد وراه إيه؟ مطالب. أيوه ده وحق محرم. ماله محرم؟ اللي أنت عملته فيه، ولا أنت نسيت يا مروان؟ عملت إيه؟ ده أنا فتحت له دراعاتي، مش كده وبس. أنا وقفت في ظهره لما كان عمدة. هو راضي ده بإيه؟ بإساءة. وما تنسيش كمان اللي عمله معايا أنا وحسن. لو ما كانش اتقتل أنا كنت قتلته. أنت عايز إيه يا مروان؟ أنا مش عايز أي حاجة. أنا عايز أسمع عن الباشا ومطالبه إيه. أنت خنت العادة يا مروان. أنا ما خنتش. أوعى تقول كده، أنت كده بتشتمني. أنت عقودك كتير. بعترضها على كل الناس. ما تنسيش كنت فاكر ان انا وحسن لقمه طريه ممكن تمضغها. والمطلوب ايه؟ جبت الورق على دورك ليه؟ انت عارف يا مروان ان انا عمري ما اجيب ورق، وانت عارف ده كويس جدا. لا واضح فعلا انك لا خايف ولا كلكان. اقسم بالله انت ما قد اللي انت بتعمله ده. عايز تقلبها بيني وبينك يا حسن؟ يلا بينا. بس بس مروان هنعمل كل اللي انت عاوزه، بس كده كفايه بجد. عين العقل هو ده الكلام. يلا حسن اقعد اقعد. هبقى اجي ازورك في السجن ان شاء الله، وهجيب لك عيش وحلاوه طحنيه. لا يا حبيبي، العيش والحلاوه دي تجيبهم لقرايبك اللي في البلد مش ليا. انا ايدي نظيفه ومعليش غلطه واحده. هات لي اي حد في القعده دي كلها يقول ان انا عليا غلطه واحده. انا ساق سليم، مفيش عليا اي حاجه. فله يلا يا حسن يلا.